طب أنت تتحدث عن الحل العسكري. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صرح سنعمل لإدارة التوترات مع واشنطن وإعادة بناء العلاقات مع الدول الأوروبية، شرط تخليها عن نهجها العدائي ورفع العقوبات. الحديث عن رفع العقوبات اليوم في هذه اللحظة ماذا يعني؟ بكل بساطة ووضوح، دعينا نقدم تمهيد بسيط. إيران تتصرف كدولة، إيران دولة، والدول غير المنظمات وغير حركات المقاومة. الدولة تنطلق من مصالح كبرى عليا قومية. هذه المصالح القومية، والملفت حتى نكون واضح، الحديث كان كتير ملفت من وزير الخارجية الإيراني، ولكن زمانه وتوقيته إيه ملفت أكثر من الحديث نفسه. بمعنى آخر، بدأ بالشروط التي أنهيت بها، يعني تسوية مقبولة على مستوى الجبهات، يتبعها تسوية على مستوى النووي الإيراني، تفضي إلى وقف هذا المنطق العدائي.